هذه دولة لا تحترم حق إنسان، لا تحترم الديمقراطية. اليوم الدولة أهانت الدستور، أهانت الخيار الديمقراطي. السلوك ديالها هو سلوك مجرم، سلوك عدواني على الحق والحريات. الحمد لله بهذا المنع كيتبين النية ديالنا. الحقوقيين كانوا غير حاكموا السياسات العمومية للدولة في مجال الديمقراطية وحق الإنسان، واللي هي حصيلة كارثية. الحكومة كانت عدوة للشعب، ارتكبت مجازر في حق المعطلين، في حق أساسيات الغد، في حق أساسيات ديال 10,000 إطار، في حق المناضلين ديال التقاعد، يعني جميع حركات احتجاجية نالت نصيبها من الهلاوة. كنقول لهم هاد المسار اللي غادي فيه راه مسار خاطئ.